يلبسون النظارة عشان تقيهم من الشمس، هو الطبيعي يعني اخترعوا النظارات لهذا السبب، انك تلبسها على عيونك. في ناس يلبسونها عشان يكشخون، يلبسونها ان شاء الله حتى في الليل يلبسونها. المهم الكشخة. In my case it's different. النظارة على خشمي، ليش؟ يعطي دايمنشن حلو للخشم. وايد ناس يقولوا لي تيم تلبسين النظارات اكثر النظارات تليق على وجهك، وصدق في وجوه معينة تلقى النظارات سواء كانت كبيرة سواء كانت صغيرة سواء كانت مربعة مدربحة اللي تبونه، بس الصدق والسر فإنك أنت لو حبيت الشيء أنت بتحلي الشيء هو ما بيحليك. الحين ضروري يوم بتي تلبس نظارة عشان تقيك من الشمس، البربس الأول للنظارة تلبس نظارة فيها بروتكشن الأشعة الفوق البنفسجية 100%. بس عندي لكم مفاجأة، هاي النظارة طبعا جراي، ما أعرف شو تشوفونها في الكاميرا بس تراها دارك جراي مش بلاك. المفاجأة في موسكينو سووا لكم النظارة، هوب صارت نظارة ترانسبيرنت طبية، وايد أحبها. أكثر الناس يوم يشيلون عني النظارة ويلبسونها يتحرونها، بس ثقيلة على الفاضي، لا هي ثقيلة مش على الفاضي، صدق فيها أكسس وايد حلو. موسكينو بدعوا فيها. هاي النظارة من ديور فخامة، وايد أحب ألبسها، يمكن مش عملية مال كل يوم بس مال يوم تصيرون مناسبة معينة. In my case يوم أصير إيفنتات أحب ألبسها، أحسبها تعطي statement، خصوصاً مع روج أحمر عباة سودة this is the best. نظارة ثانية من عند كي أستراليا، يمكن تقول تيم هاي النظارة الوحيدة اللي ما تريد تحطينها على خشمك، هو خشمي ينهار مارو. كثيرة بس وايد حلوة صدق، تغطي كل شو كل الوجه، ببالغ نص الوجه. هاي النظارات من النظارات يتحسبها تايمليس صدق، يعني أولا يوم تلبسونها تحسونكم مش لابسين شيء صدق، ونظارات يومية جد. أنا هاي النظارة يعني أول ما أشوفها على الطاولة إذا شفتها أول وحدة أشيلها، لأن أعرفها وايد تناسب، يعني تحطونها على وجهكم طول اليوم. هاي النظارة براند كي من أستراليا، سعرها وايد حلو. طبعا ريبان بدعوا، انا كان دائما عندي مشكله مع نظارات الريبان ايام الافييتر، كانوا وايد ثقال، بس الحين ليترلي اروم اعفص النظاره الويها، ادري زايغين تنكسر، لا ما تنكسر ليترلي كما الريشه يا طير يا غاوي. طبعا انا الحين بلبس لكم هاي اللي الجلاس مالها بني تقريبا، it is very nice. من غير هاي بعد في وحده ثانيه تعيبني من نفس الكولكشن تقريبا، بس اللي عيبني ان هذا اللون صدق ابيض مع الجرين روعه، وايد يعطيك فينتج ستايل، شوف الكشخه. طبعا هاي بعد نظاره ثالثه خفيفه من ريبان، انا اموت عليها هاي خصوصا السوداء، بعد موجوده في بوتيكي على فكره، شوفوها كيف على اللبس، حتى الجيومتريكال شيب غير عن هذيل البيضاويات، هاي جايتنكم تشيب قصه وايد حلوه، في منها سوداء اي ويل ريكومند. طبعا كل النظارات الحلوات موجودين في بوتيكات، شو رايكم فيني؟ ردم ما شاء الله. موجودين في بوتيكات، في بوتيكي بالتحديد، ترى النظارات الحق ما تلحق، دائما موجود منها كوانتيتي على القد، فصدق انتهزوا الفرصة وخذوا النظارات اللي تناسبكم، ولا تنسون مش هي اللي تحليكم، انتوا اللي تحلونها.